بداية التظاهرات ما انتهت، لكن كان هناك انتظار إلى تحقيق هذه المطالب. لما شافوا المتظاهرين مطالبهم ما جاي تتحقق وجاي يصير بيها تسويف، خرجوا بكل قوة وبصوت واحد، والوطن وحب الوطن هو الشيء الوحيد اللي دفعهم للخروج. إضافة إلى ذلك الانتهاكات المتعددة للسيادة العراقية من قبل كل الدول الإقليمية والخارجية هي اللي دفعت المتظاهرين والأبطال للخروج إلى ساحات التظاهر وبقوة، واليوم يعتبر يوم مصيري للعراق ولمستقبل العراق. اليوم نريد أن نسترجع هذا البلد، نسترجع البلد مثل ما كان، تنتهي كل هذه المشاكل اللي جاي يعاني منها الشعب، ونتمنى يا رب بصوت واحد، صوت وطني بعيد عن كل التدخلات الأجنبية، يكون صوت العراق هو الصوت الوحيد اللي يصدح في ساحات التظاهر. السبب واضح جدا من خلال هتافات المواطنين والمتظاهرين، السبب هو الوطن. الوطن لما ينزف تشوف شباب الوطن، أبنائه بناته، هم اللي يدافعون ويطلعون بكل قوة بصوت واحد يدافعون عن هذا الوطن. فالوطن لما يحتاجنا احنا كشباب، احتاجنا الوطن سابقا في ساحات القتال ضد تنظيم داعش، لبوا الشباب النداء واليوم الوطن احتاجهم، فلبوا نداء الوطن الجريح حتى يعني تندم الجراحات هذا الوطن النازفة على مرار السنوات. الرد واضح من خلال هتافات المتظاهرين، الهتافات اللي تقول قمعوا بينا قمعوا بينا، ايش ما تقمعونا نزيد. عندنا أيضا تجربة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام، لما استشهد الإمام الحسين، لما قتلوه بمدينة كربلاء المقدسة، نشوف إلى الآن ذكر الإمام الحسين خالد على مر الزمان، ما قدرت لا سلطة ولا قوة فاسدة أنه تسكت صوت الحق. بما أنه إحنا مؤمنين بأنه إحنا صوت الحق، فماكو شيء ممكن يسكتنا. المتواجدين في السلطة الذين رفضهم الشعب والجماهير يراهنون على استمرار التظاهرات، والتظاهرات هذا قد أعلنها المنتفضون أنها لن تكل ولن يتراجعون إلا بقلعهم جميعا، شلع قلع كما قالها بالجلف العراقي، إقالة جميع الموجودين. والمطلب الأساسي والمهم حاليا هو إقالة البرلمان، عليهم أن يحلوا أنفسهم، لأنه كنا نعول عليهم انتخاب مفوضية جديدة وسن قانون الانتخابات، ها قد سنوا القانون وانتخبوا مفوضية ولو عليها لغط، والقانون كذلك يحتاج إلى تعديل، ولكن عملوا ما عليهم، عليهم أن يحلوا أنفسهم لأنهم مرفوضين جملة وتفصيلا. ربما قالوا ها هم ملوا أو كلوا أو تهاونوا عن مطلبهم، رجعوا الجماهير اليوم ليؤكدوا إن مؤازرتهم للمطالب وأنهم لحمة واحدة وكلمة واحدة في 10 محافظات منتفضة، كلهم يقولون كلا للفساد ولا لرجوعكم للسلطة، ونريد انتخابات مبكرة يجب الإسراع بها، وأن يقود البلد أبناؤه وليس الغرباء. إننا مستعدون لأن نستمر ولو لأشهر، ولكن نيل المطالب يجب أن يكون مو شرط أنه إحنا شهر أو شهرين أو 3، مستعدين أن نبقى شهور لكي ننال مطلبنا، ونحن مصرين وعازمون
على إقالة جميع المتواجدين الذين أوصلوا البلاد إلى الدمار والهلاك منذ انبثاق هذه الثورة. والميليشيات الوقحة تقمع بالجماهير وتقمع بالمنتفضين وقتلوا المزيد من الشهداء، فاق عددهم 600 شهيد، وهؤلاء كلهم دماءهم في رقاب من قتلهم، ألا وهي السلطة المتواجدة المتمثلة برئاسة الوزراء السابقة والبرلمانيين الحاليين وكل من تمسك ملف العراق هو متورط بدماء الشهداء الذين سقطوا 600 اكثر من 600 شهيد و20 الف جريح تقريبا. ها هم سيحاسبهم التاريخ، والحكومة الجديدة ستحاسب كل هؤلاء الذين اهدروا الدماء العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم. اصلا احنا ما منقطعين المظاهرات، وثانيا يعني المظاهرات استمرت صارت بقوه لان ما شفنا تحقيق المطالب. اول ما نريد نوري الوطن، وثانيا نريد تحقيق المطالب. الشباب اكثرها قاعده عطلعن العمل، وبنى تحتيه ماكو، يعني صراحه ماكو، ما شفنا شيء ملموس لحد الان. خرجنا بسبب انتهاك سياده العراق من الدول المجاوره، الدول الاقليميه، ومن الشيطان الاكبر امريكا بالاخص. احنا من بداية مظاهراتنا والرد عليهم بسلمية، وان شاء الله تبقى سلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم، فزندناهم هدى وربطنا على قلوبهم فقاموا. هؤلاء الشباب وهؤلاء النساء وهؤلاء طبقات الشعب عادوا هذا اليوم بكل حزم، ولن تسنيهم المؤامرات التي جاءت مؤخرا لتغير نمط مسير الشباب عن ثورتهم الخاصة بتغيير النظام من بدايته إلى نهايته. وقام الشعب من الفاو حتى آخر حدود بقعة، وإن لم يخرجوا بعض الفئات ولكن قلوبهم مع هذه السلة الطيبة المؤمنة لتزيح الظلم عن العراق وعن والطغيان. نؤكد للحكومة العراقية الفاسدة أن تعي وتعرف ما يريد الشعب، لا تتماطل ولا تتحجج ولا تعمل تسويف من أجل ثني المواطنين عن ما يردونه من تغيير النظام وتغيير الحكومة. نؤكد وبكل حزم، نحن باقون، شباب الثورة الفلسطينية باقوا من 48 إلى اليوم هم يقاومون، نحن نبقى ونقاوم أبناءنا. اليوم أنا جايب عائلتي كلها حتى أهلي جايبهم وأصدقائي أبناء المحلة لنثبت بأنه بعد الركود والجلوس في البيت لا يثنينا ولا يفيدنا أي شيء. مستمر الثورة حتى سقوط الحكومة بأكملها، ولا نريد من جلس على كرسي الفساد لا من قريب ولا من بعيد.
نحن سلمية، نحن ثورة سلمية قادمون، لا نحمل بأيدينا سوى الدعاء إلى الله أن يهدي هؤلاء السلة الذين جاءونا من خارج الحدود أن يعوا ما يريد الشعب. كفى 16 سنة جلسوا على قلوبنا، نهبوا ثرواتنا، نهبوا خيراتنا. هؤلاء شباب عاطلين عن العمل، لا يجدون عملا، فنريد العمل ونريد البناء ونريد نساوي جواري جيراننا في كل في أي مكان، كانوا في الخليج أو غير الخليج. نحن لا نفترق عنهم شيء، نحن بيدنا الإرادة، فخلي يصمموا وسوف يرون ما نعمل وما ننتج. رجعنا للتظاهر بقوة بعد تسويف مطالب المتظاهرين اللي صار لها 3 أشهر. المتظاهرين جاي يطالبون بقانون انتخابات عادلة بمفوضية عادلة، يطالبون بتغيير رئيس الوزراء وبقوانين اللي يحكمها رئيس الوزراء. كل القوانين اللي يتحكم بها البرلمان ورئيس الوزراء لا تفي بغرض الشارع العراقي، امتيازات باطلة، قوانين باطلة، برلمان يفوق العدد 300. كل ما خرج من البين المتظاهرين لم يتحقق لحد الآن. طالبنا بتقليص البرلمان إلى النص لم يتحقق، طالبنا بالغاء الامتيازات لم يتحقق، لا زالت الحكومة والبرلمان يماطلون بتسويف مطالب المتظاهرين لحد هذا اليوم. فاليوم خرج الشعب بمظاهرة مليونية للرد على تسويف الحكومة العراقية وعلى مطالب المتظاهرين. تنصيب رئيس وزراء من قبل ساحات التظاهر في كل العراق، هذا رأي الشعب. الشعب هو الكتلة الأكبر في العراق، الشعب هو الكتلة الأكبر. جاي يصير استفتاءات هسه في كل المحافظات لاختيار رئيس الوزراء، فعلى الحكومة الاستجابة لمطالب المتظاهرين وتنصيب رئيس الوزراء من قبل المتظاهرين، هذا رأي الشعب، يجب احترام رأي الشعب. هاي المماطلة اللي صار لها 3 أشهر لم يستجب البرلمان والحكومة العراقية لمطالب المتظاهرين. خرج الشعب اليوم بقوة وسيستمر حتى تحقيق المطالب. مظاهراتنا سلمية وستستمر سلمية حتى تحقيق المطالب، لا عودة إلى المنازل حتى تحقيق مطالب المتظاهرين. أخي ستكون مظاهراتنا مستمرة تصعيدية، يجب الاستجابة لرأي الشعب، يجب الاستجابة لرأي الشباب، لرأي الجماهير. الشعب مستمر حتى تحقيق المطالب. ما أريد أي تدخلات، لا إيراني ولا أمريكي ولا حتى الأحزاب، حتى مثل ما يشوفون أنه يدخلون الحج الشعبي معناها والأعلام التبعية لإيران، لا، هاي مطالب شعبية وكلها ناس أحرار طالبوا ببطن ما رايده غير شيء. احنا نريد رئيس وزراء مستقل، نريد رئيس وزراء عايش معاناة الشعب العراقي، عنده خلفية، عنده رؤية، ما نريد أي شيء، يعني نريد نحط حجر أساس للبناء هذا الوطن الجريح، حتى لا يصير لا تنحرف المظاهرات عن مسارها. مثل ما تشوف ماكو اي علم مرفوع بس العلم العراقي، هي سلميه علم عراقي ومطالبنا واضحه، يعني سلميه ما عندنا اي شيء. الظهور مستمر ما انقطع، بس كثافته تقل بين فتره وفتره صحيح، بس الظهور خاصه الطلابي والشبابي مستمر، بس كثافته تختلف من يوم الى يوم اخر. مطالبنا نفسها باقي، لا تزال باقي، المطالب اللي طلع عليها الشعب بالبدايه لحد الان ما تحقق منها شيء، يعني استقاله رئيس الوزراء ما كانت هي الهدف بقدر ما انه تغيير الطاقم والكل، يعني كل الكتلة اللي موجودة، فما تحقق أي شيء. فالمطالب مستمرة يعني، والشباب لا يزال يطالب بحقه. الشباب يريد تعيين،
يريد قضاء على بطالة، يريد خدمات، يريد صوته ينسمع من أجل حماية البلد. نحن نشوف البلد وين قاعد يوصل وين قاعد ينحدر، لا سيادة ولا دولة ولا أي شيء موجود، فما نترجى شيء من الحكومة الموجودة يعني. فالشباب جاي يضغط وبكل الجهد من أجل أنه يوصل إلى هالهدف اللي يريد، استمرار إلى بداية ثورة تشرين، وإن شاء الله مستمرة ثورة تشرين إلى تحقيق المطالب. والله الشباب يعني مضحي ومستمر وما عنده أي خط للرجعة، فاستمراريتنا بالمظاهرات مهما تصير، وشعارنا مرفوع دائما، يطيح واحد يطيح مية أبقى قافل على القضية يعني، ما كو إشكال. احنا طبعا دائما نشارك، بس اللي خلانا نرجع اليوم ونوقف كل احنا سوية هو البرلمان زاد عن حده، وعلى مود العراق، على مود الشهداء، على مود المستمرين، مستمرين احنا بالاعتصام، مستمرين بالاضراب، مستمرين ضد الميليشيات، ضد الاحزاب، ضد الحكومة، ضد كل من ما يريد الخير للعراق. احنا جاي نقول لهم طلعوا طلعوا، ما نريد شيء، احنا نريد حقوقنا، خليه يطلعون كافي. صارنا أكثر من 100 يوم احنا طلعنا هنا، حتى بعد احنا مستمرين، مو بس اليوم، مليونين. نريد تغيير، تغيير نريد، نريد ما نريد ميليشيات، ما نريد احزاب، نريد نعيش بحرية، بحقوق، نريد نعيش بأمان. هو اسبابه هواي، بس بصورة عامة من اجل العراق، من اجل العراق، من اجل اكمال طريق الشهداء، من اجل العراق، من اجل ضمان حقوقنا، حرياتنا. بس بنقول لهم انه ما نريد ميليشيات، ما نريد احزاب، ما نريد تدخلات خارجيه. احنا ضد البرلمان بصوره عامه، مو ضد شخص، مو ضد شخص معين، ضد البرلمان بصوره عامه. خلي يطلعون، ما نريدهم. هالشيء زاد عن حده. 10-1 احنا من بدينا، من 10-1 مستمرين، مستمرين الى ما لحد ما يطلعون، لحد تحقيق المطالب، مستمرين من 10-1 لحد اكمال المطالب. لحد الان ما طالعين، لحد الان ميليشيات، لحد الان خطف، لحد الان شهداء، ما نريدهم كلهم. يكون ردنا، يكون ردنا لكل شخص يمنعنا انه نتظاهر، نتظاهر ونتظاهر ونتظاهر، ونظل مستمرين بالاضراب. سواء قررت الوزاره انه نداوم بيوم محدد، مستمرين بالاضراب، مستمرين بالاعتصام، ماكو شيء يمنعنا، ماكو شيء يمنعنا، بس الموت، بس الموت. رجعنا بقوه لانه اصلا المطالب ما تحققت، وصار ان شهداء هوايه، يكفي دماء الشهداء اللي سقطت من اجل هذا الوطن، ولا مطلب تنفذ من الحكومه. الحكومه كلش عندها عملاء غير دول، احنا ما نريد عملاء الدول الجوار مثل ايران، وما نريد تصير سياسه بيد ايران، نريد السياسيين يكون ولاهم للعراق، نريد حقوقنا. طلعنا نريد وطن، وبعدنا نريد وطن، الوطن اللي ما مسلوبه من عندنا كل حقوقنا. طلعنا ظاهرنا، ردنا وطن، حاربونا وقمعوا المتظاهرين، وطن ما بي أي خدمات، متردية كل حالاته، التعليم والصحة وكل شيء. ريد نعيش حالنا حال الشعوب، ما الثورة اللي بدينا بيها، يعني بدينا بطلب الوطن، وبعدنا نريد سيادة، نريد حقوقنا الضايعة، نريد حقوق الشهداء، لأنه ما تحققت أي مطلب من مطالبنا، مجرد صار قمع وخطف، وراحوا لنا 600 شهيد وأكثر من 20 ألف جريح، وبعد المطالب ما تحققت، مجرد العمالة موجودة بساستنا وبرلماننا الغير دول. قلناها ونرجع نقولها، نروح 10 نروح 100، قافلين إحنا على الوطن. إحنا نريد وطننا، نريد وطننا سلبوه من عندنا سنين، ونريد حقوقنا ضاعت. صار ان هنا هاي 3 أشهر ما حد جانا، ولا حد يسال علينا، ولا حد باوى علينا، ولا حد حقق لنا مطلب واحد من مطالبنا. 3 أشهر يا دوله بيها مظاهرات نايمه بالشارع، 3 أشهر ما حققوا مطالبنا. ما ادري شنو مستجهليننا، احنا شنو مو عراقيين وهم عراقيين؟ احنا اليوم طلعنا مسيره سلميه، ومكافحه الصدمه، ومكافحه علي مشار، ومكافحه العيداني، هي اللي اعتقلتنا، اللي اعتقلتنا، واللي هي ضربتنا بالهروات. احنا طالعين سلميين، لا قاضين حجاره، لا قاضين اي شيء بيدنا. على شنو هم؟ ما تقول على شنو هم، احنا طالعين سلميين. نريد اليوم رئيس وزراء مستقل، والشعب هو اللي يختاره، هو
مصدر السلطات. اليوم احنا طالعين نريد سياده، سياده ماكو، ظلت لنا من الحكومه، سياده ماكو، ظلت لنا من الاحزاب. احنا اليوم طالعين نريد سياده لوطننا، اليوم طالعين نريد نرجع وطننا. اليوم مظاهراتنا رجعت بقوه، هي نريد سياده، نريد حل البرلمان، نريد حل الاحزاب، نريد حل الحكومه. علي مشار اليوم لازم يتحاسب، هو وسعد العيداني. ان شاء الله يكون هناك تصعيد سلمي، ان شاء الله يكون هناك تصعيد سلمي، ومظاهراتنا مستمره، ومظاهراتنا مستمره الى حد تحقيق كافه المطالب، وكافه تحقيق مطالب الشهداء، وان شاء الله محاسبه الجنات. رجعنا بقوانا، واليوم جاي يشوف الشباب يعني كلهم سلميه ما عندهم اي شيء، وتجاوزوا علينا قوات الصدمه هنا وعلي مشار وياهم، وصار علينا اطلاق نار وهيك، وتجاوزوا على بعض الشباب واحتقلوا بعض الشباب. طبعا نريد تغيير حكومه، تغيير حكومه بصوره عامه.